سيد أيوب، أهلا بك بداية، ونسأل الرئيس التركي قابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث معه أحاديث جانبية كثيرة بحسب وسائل إعلام، برأيكم ما الذي دار بين الرئيس التركي والرئيس الروسي في هذه القمة، ونحن نعلم أن تركيا تعتبر وسيطا محايدا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟ أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم والضيف الكريم الدكتور يوسف أوغلو ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. يعني الحقيقة هذه المنظمة ومشاركة عدد كبير من الدول بها بصفة محاور أو مراقب يؤكد أن وجود هذه المنظمة الآن هو إيجابي ومهم جدا نظرا لما يواجه العالم من صراع بين روسيا وحلفائها من جهة والولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أن الوجود التركي في هذه المنظمة وإذا تطور في المستقبل وأصبحت تركيا عضو في هذه المنظمة، هذا شيء جيد ويمكن أن يخدم المصالح التركية ومصالح كل الدول في هذه المنظمة. يعني هذه المنظمة ضيفك قال أنها يمكن أن تكون بديل لحلف وارسو، يعني لا أعتقد أنها يمكن أن تكون بديل لحلف وارسو، هي ليست منظمة عسكرية ولكنها نعم منظمة أكثر ما يهمها وأكثر المجالات التي تعمل به حتى الآن هو مجال الاقتصاد، التجارة، وحتى المسائل المالية. يعني هم هذه المنظمة الوحيد هو النهوض باقتصاد دول كل هذه يعني الدول المؤسسة لها وأيضا الدول التي تنضم إليها. وجود تركيا في هذه المنظمة يمكن أن يكون يسير في الاتجاه الصحيح التي تسلكه الآن تركيا بعد مشاكل عانتها مع دول أخرى وبعد اعتقاد ويعني وبعد اعتقادها بأن الاتجاه فقط يعني باتجاه أوروبا والغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يخدم مصالحها. ووجود روسيا والصين ويعني وعدد كبير من الدول ذات كثافة سكانية، وكما سمعنا يعني أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية تشملهم القمة، هذا يؤكد أن دور روسيا ودور الصين بالإضافة إلى دور تركيا والجمهورية الإسلامية وباكستان والهند يمكن أن يعيد رسم القرار العالمي. يعني يمكن أن هذا ليست لمواجهة الناتو وإنما لتغيير المسار التي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو سياسة القطب الواحد. يعني هذه المنظمة لو تطورت واستمرت يمكن أن تكون أساس لإعادة الاعتبار إلى الأمم المتحدة. وما يجمع روسيا وتركيا يعني طبعا انعكس هذا في مجال اللقاءات التي حصلت بين الرئيسين السيد أردوغان والسيد بوتين، لأن هناك مشاكل عديدة تجمع الطرفين، ليست مشاكل بين تركيا وروسيا وإنما مشاكل بين حلفاء تركيا وحلفاء روسيا.